مو أساس الرجال غني كتير؟ باين إنه ما في حدا هون. كل حدا بيختار بيئة مناسبة له، وباين إنه هالمكان كتير مناسب له. شباب، ما بعرف رأيكم بس أنا ما حبيت المكان. معلش، رغم هيك رح نشوف. يلا. عاكف، ليش المكان فاضي؟ والله مالي فهمان شي يا سيبو. كارلوس تعالوا، المكان فاضي. يلا رح نفوت. أخي، أنا ماني مرتاح لهالشغلة أبداً. شباب، في شي ماله طبيعي بهالمكان. طيب، لكن ما في شي نعمله. يلا نطلع. مبحوط! تبوه! اشتبه! كلاب! عم تدوروا على فؤاد أمير؟ هاي فؤاد أمير تبعكن! الله يلعنك! قليل الشرف، هدول اللي خبرونا. أخي، حسيت بهالشي، عرفت إنه البيت مو لفؤاد أمير اللي عم نلاحقه. شباب، احذروا شو في هون. ها؟ طاولت صفرة. حدا من أهلك موقع على الطاولة؟ مع الأسف ما حذرته شباب. سيبو، شو رأيك أنت؟ قول يلي بدك يا، ولا تقول إنه في قنبلة. معناتها في قنبلة. عم تقول قنبلة؟ الله يلعن هالحظ يا. ليش ما عم تحكي؟ احكي بقى أمي. الكار خلاص، زودتها كتير، بكفي بقى. هي بتعرف بس ما بدها تحكي. لا تعمل فيني هيك يا ابني. أنا ما سويت لك شي، أنت اللي سويتي لي. ابني، لا تعب حالك مع أمك على الفاضي. كتير صعب عليها انه تعترف بهالشي هلا. انت شو جابك؟ العمى، شو هاليوم الاسود اللي انا فيه؟ عم فك قنبلة تحت رصاص؟ سيبو، فكها، والا ما حدا منا رح يطلع عايش. باذن الله رح فكها. طيب، إذا وقفنا القنبلة كيف بدنا نطلع لبرا؟ شباب، المسلحين حاصرونا من كل الجهات. اللي جوا، ما بدي منكم غير الشخص اللي قتل أخي عزاد. إذا بتسلموني يا هلأ، نحنا مننسحب ومنروح. ولك يلي بياخد رجال مننا لسه أمه ما ولدته، عم تفهم؟ على راحتكن، إذا بدكن افتوا برواحكن. شباب، انت ثبت هاد وبي هاد، إذا لمسناه إن شاء الله رح توقف.
احكي له لابنك كل شيء. صار لازم يعرف الحقيقة هلا. أمي، مين هاد؟ من وين بيعرفك؟ أنا آسفة إلكار. ولك أحكي بقى، لا تجننيني. إيه، هاد الزلمة أبوك الحقيقي. شباب، هدول لفوا حوالينا مثل ضباع، مو مبين انه رح نقدر نطلع من هون ابدا. لا تخبصوا لك، هنن ما رح يقدروا علينا. اخي انت مو كنت من ريزه؟ ايه بس امي من طرابزون. معناها انت كمان اسباني اخي. سيبو طمني شو صار معك. رح يغط على قلبي من الخوف يا عاكف. معناتها كل شي تمام. شباب، أنا ما فيني ساوي شي بهذا الوقت. هاي قنبلة لاسلكية. إيه؟ وشو رح نعمل هلأ؟ خلوني أروح، الرجال بده ياني لإلي يا شباب. أخي أنت جنيت يعني؟ لا تحكي حكي ما له طعمة، لا تخبص سيبو. مزبوط أخي، لا تخبص. يا أما منطلع كلنا، يا أما منموت كلنا. صح، هذا هو شعار الفريق الأول. هذا هو شعار الفريق. هذا كل شيء. انا ما بدي منكم غير اللي اسمه سيبو، بلا ما تضحوا بحالكم. بالله سلموني اياه. اذا انت بدك اياه تعالوا خذوا. ما بيصير هيك، ما بيصير هيك. يا رب ساعدنا. أنا بفديكم بروحي، أنا بفديكم بروحي. عاكف ها؟ أخي فيك تطلعني لبرا؟ شو بدك تعمل؟ إشارة تحكم هي القنبلة جاية من برا، محتمل يكون برا منبع الإشارة. إذا بطلع بقدر حلها، بس لازم أطلع بسرعة، ما بقي وقت. يعني أنت ما رح تعمل شي معناتها مو هيك؟ لك شو هالحكي هاد يا أخي، مفكرني مجنون؟ الوقت عم بمر. يلا ماشي شباب ماشي، لما بعد لثلاثة رح نضرب قد ما الله بيعطينا. يلا أنت جاهز سيبو؟ جاهز بعدها. يلا بترجاكم سامحوني. واحد. يلا بسم الله. اثنين. يلا بس وقفوا وقفوا وقفوا، لا توصوا. خلص أنا بستسلم، خلص هاي أنا سلمت حالي. نزلوا سلاحكم. سيبو أخي أنت شو عم تعمل؟ هاي أنا سلمتك حالي، اترك رفقاتي. ولك شو عم يعمل هذا المجنون؟ طلع لعندن. هاي صار اللي بدك يا وقف القنبلة. سلم حاله. ولك هذا الزلمة مجنون، حرق حاله كرمالنا. ولك سيبو، لك أنت كيف تعمل معنا هيك يا سيبو؟ عم قل لك وقف القنبلة. يلا يلا ماشي، خلص حليناها. مشكلتي معك مو معهم هنن. تعال لهون. يلا قرب 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 قرب. يلا تحرك. يمكن وقفت القنبلة.
وقفت القنبلة والعداد الشغال. لسه العداد شغال؟ آخ لك سيبه، آخ لك سيبه، هو حرق حاله وحرقنا معه. امشي، أنا رح أخده. انتبهوا منيح، بعد شوي رح تنفجر. خليكن عم تقوسوا. شو؟ لا تخلوهم يطلعوا. ولك بالأساس بدك يعني انت أخذتني ترك بقى رفقاتي؟ انتو هيك بتعطوا عودكن؟ انتو كلكن مثل بعض. يلا تحرك. بعرف ابني صعب تتقبل هالشي ببساطة، بس بالنهاية أنا أبوك. أنا بعرف أنك ما رح تسامحني لأني حطيتك بهيك وضع، بس أنا حابب تعطيني فرصة. فرصة شو؟ ولك أنت عم تضحك علي؟ ولو ابني. لا دلي ابني. أنا مريض وأنا محتاج لمساعدتك يا ابني. أنا ليش لحتى ساعدك؟ رح أعمل اللي بدك إياه صدقني. أنا غني لدرجة ما بتقدر تتخيلها. شو يعني؟ بدك تشتريني بمصاريك؟ أنت ابني يا حبيبي ابني، ولو بقدر بعطيك عيوني كمان. أنا ما بدي منك غير معروف واحد بس، معروف واحد. أنا ما بدي منك أي شيء، لا مصاريك ولا أنت، ما بدي شيء. سمعتني منيح؟ اطلع من حياتي بقى ولا تورجيني وشك أبدا. امشي على ركبك. ولك انا ما بركع غير لربي. اخي اترك رفقاتي، اوصنا اعمل اللي بدك اياه، بس لا تاذي رفقاتي. اتركهم خليهم يروحوا. يمنا من كلام البطولات هلا. شو كان بدك من اخي؟ احكي. ليك اخي، اخوك كان قاتل، خلى ملازم اول يستشهد وقتل مرته. لو كان اخوك بريء ما كنا لمسناه بنوب. اوعك اوعك تحكي عن اخي عزت كلمه تانية. فهمان يا حقير؟ يا رب. اخي عاكف عمل لك شي شغله. ولك شو بدك ياني اعمل يا بالتا؟ شو اذا طلعنا حنموت وهون في قنبله وسيبه هنيك؟ لك يا مجنون، شو هاد اللي عم تعمله؟ أخي مو التلفزيون بيشتغل بالضرب؟ قلت بجرب عمخي. يا رب عطيني الصبر يا رب. هلا كلياتنا مجانين نحنا، كلياتنا. تعال اسحب لك شي شغلة. ها؟ اسحب على كيفك، خلينا نصير شقف. انت كمان عم تضحك علينا؟ تعال انت حلها إذا شاطر. تعال يا شباب لا تخبصوا بالحكي هلا، لازم نطلع من هون بأسرع وقت. قلت لك أخي هو اللي رباني وعم تقول عنه قاتل؟ أخي ما بيقتل حدا. شوف يا أخي، الوقت عم يمضي، خليهم يروحوا. شو ما كانت مشكلتك ليكني قدامك، عمل اللي بدك اياه فيني. لك أوصني، بس لو سمحت وقف القنبلة فورا. كفي خلاص. لو ما قتلت أخي ما كنا اليوم بهذا الوضع أبدا. شفت بعينك أخوك سحب علينا سلاح؟ انتو جبرتوه يحمله، قلتوا له قاتل وهالكلمة جننته طبعا. الملازم يلي أوصوا أخوك كان عنده عائلة، هو قتل مرته وترك بنته بلا أم وبلا أب. هالبنت الصغيرة شو زمها؟ شو عملت له لأخوك كرمال الله؟ قال لي بس. أخي خود شوف، هذا هو الزلمة اللي أخوك قتله.
شو هالحكي؟ بعد؟ شباب بقي 29 ثانية ما بقي عنا حل، حنطلع، أحسن ما نستنى هون ومناخد معنا واحد أو اثنين منهم. الكل جاهز؟ ها؟ جاهز وأنا جاهز أخي. معناتها يلا يلا عم يطلعوا، أوصوهم. لك يلا اطلعوا، بقي 20 ثانية بس. استنى كارلوس اصبر. انت بتعرفوا لهالزلمة؟ الملازم اول احمد؟ كيف ما بعرفه؟ كان رئيس المخفر بضيعتنا. امي لان ما ساعدت المنظمة هجموا على بيتنا فجأة. كانوا بدهم يقتلونا. هو أنقذ حياتنا، عرض حياته للخطر من شأن. شباب وصلنا للنهاية، بترجاكم تسامحوه. الله يسامحك أخي. الله يسامحك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما انفجرت كمان هالمرة؟ ما انفجرت. معقول أنت معنا ولا مع القنبلة؟ أنا مع الشهادة بس ما عم يصير نصيب أبداً. أنا رح أبعت رسالة لسناء. هات ولك هات، دخل بصدمة يعني مانو طبيعي. الله يرضى عليك. يعني أخي قتل الزلمة اللي أنقذ حياة أمي، قتل الملازم أحمد. معقول هالشي؟ مع الأسف. أنا آسف يا أخي، آسف كتير، أرجوك سامحني. الملازم أول أحمد كان ملازم عن حقه حقيقي، كان رجال. عندي أمل بالسلام، طول ما في عالم مثلك أنا مرتاح. الله يحميك. مع الأسف ما قدر يشوفه. شوف أخي، أنت واحد نظيف وعريس جديد، وأخوه غلط غلطة ولا أجازاته. الله يرحمه ويعفي عن ذنوبه. هو غلط بس أنت لا تغلط. اصحك. الله يخليك. ارموا سلاحكم وخلوهم يطلعوا. عم قول ارموا سلاحكم، ارموا سلاحكم يلا. اذا بيصير شيء للشباب اللي جوا رح احرقكم. شباب خلاص اهدوا.
خلاص أخي ما في مشكلة، كل شيء تمام. سيبوه. أنت منيح؟ هلأ صرت أحسن بكتير. أنا خسرت أخي وأنت خسرت أخ، ما بعرف إذا رح تقبل كرمال الملازم وعالشي اللي عيشتكن ياه ويلي سويته معكن، إني اعتذر منكن هلأ.